السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، صباح الفل على كل حبايبي، دايما منوريني ومشرفيني في مطبخ هالة على قناة النهار. النهاردة عندنا روايح بورسعيد، ولما بنجيب سيرة بورسعيد بنبقى عارفين على طول ان احنا هنعمل شوية اسماك تستاهل بقكم طعم وريحة، وعارفين سمكية تحلفي انك ما دقتيش زيها قبل كده. بجد بحيي اهل بورسعيد الكرام، بحيي صديقنا العزيز اللي دايما بنجيب كل الاسماك الحلوة دي من عنده من بورسعيد. النهاردة هنعمل مع بعض شوية سمك، هنعمل جمبري وهنعمل صبيط، هنعملهم مقرمشين. كتير سألتوني ازاي اطلع الجمبري مقرمش بالشكل ده زي محلات السمك بالظبط، وكمان هنعمل الجمبري المشوي في منتهى الجمال، التتبيلة بتاعته هتعجبكم جدا ان شاء الله. وصفاتنا النهاردة على قد ما هي غنية جدا جدا، لكن في المجمل المقادير بتاعتها بسيطة جدا. تعالوا اول حاجة نسمي بسم الله ونبتدي بالجمبري المشوي ونحطه على الشواية، او ممكن تعمليه على الجريل او طاسة على عين البوتاجاز، مفيش اي مشكلة خالص. اهم حاجة عندي يا جماعة التطعيمة او المقادير بتاعت التتبيلة نفسها. الجمبري المشوي بتاعنا طبعا بتبقى الجمبري الكبير الجامبو، بيبقى بقشره، الراس والديل والقشر زي ما هي، بس مجرد ان انا قصيت بس الرجلين شوية كده والشنبات بتاعته وفتحته من الظهر، شلت الكيس الرملي، مش اكتر من كده، حاجة بسيطة جدا. وده الكيس الرملي بتاعه بيبقى تخين، يعني مجرد ما بتفتحي فتحة صغيرة وتشديه بيروح كيس الرملي مسحوب معاكي، طالع معاكي زي الخيط كده، مفيش فيه أي مشكلة خالص. وبعد كده بنشطفه بمية، بس مية جارية من حنفية، ما بنحطش عليه أي حاجة. طيب عندي جمبري، ثوم مفروم، كزبرة ناشفة، كمون وملح وبابريكا، بهارات سمك اللي عملناها كتير مع بعض، خل وعصير ليمون وزيت، ده الأساسي معانا. ولو عندك صويا صوص هنحط حوالي معلقه كبيره، بتدي تطعيمه حلوه وبتدي لون حلو قوي قوي في الشوي، بس دي لو موجوده عندك. دي اول مقادير معانا، الجمبري الجامبو اللي هيتشوي بقشره على الشوايه او الجريل. عندي بعد كده هنعمل الجمبري والصبيط المقرمش زي محلات السمك بالظبط، عباره عن جمبري وصبيط متقطع بالشكل ده، وده كان جاي الصبح بالقرطاس بتاعه بالراس، الراس قطعناه وحطيناه طاجن في الفرن، وقطعنا الصبيط شرايح بالشكل ده، وطبعا الجمبري الصغير برده فتحناه وشيلنا الكيس الرملي بتاعه. كل ده بيتشطف يا جماعه بميه بس، يبقى جمبري وصبيط. عندي كيلو دقيق، كوبايه نشا، ميه، ملح وكركم وبابريكا، كمون وتوم بودر، وبهارات سمك. لو تلاحظوا ان المقادير بتاعت الجمبري والصبيط المقرمش ما فيهمش توم فريش، فيهم توم باودر، كل التتبيلة بتاعته باودر في قلب بعضها، لكن الجمبري الكبير الجامبو اللي هيتشوي حاطين فيها توم بس. يا ستي ادي المقادير بتاعتنا، اول حاجة بسرعة كده نعمل التتبيلة بتاعت الجمبري الجامبو بتاعنا. عدوا معايا بسم الله، شوية خل بتدي ريحه حلوه وبتخلي الجمبري يفضل طري من جوه. هنجيب معلقه، عندي الشوايه مولعه عليها النار على اعلى درجه عشان لازم تكون سخنه جدا. يبقى ادي الخل وعصير ليمون، بسم الله، وهناخد، عدوا معايا بقى، بهارات سمك كده، وهناخد كمان الصويا صوص اللي زي ما قلت لكم لو موجود عندكم بيدي فعلا طعم حلو قوي، وهناخد ثوم مفروم بالشكل ده، وهناخد كمان كزبرة ناشفة، بسم الله، كمون بنزوده شوية، وشوية بابريكا. ودي كده التتبيلة بتاعت الجمبري الجامبو المشوي بالشكل ده، شايفين ازاي؟ ماشي. وبعدين هنعمل ايه؟ اخر حاجه هحطها بعد ما ادوب كل التوابل دي مع الثوم في قلب بعضها وعصير الليمون والخل، هننزل بالزيت. بصوا شويه زيت حلوين كده، ما تتخيلوش بيدوا لمعه وبيدوا طعامه مع التتبيله قد ايه للجمبري. بس يا ستي التتبيله خلصت، ما فيش اي مشكله خالص عندنا،
وبعدين يا ستي تعالي بقى هنا للجمبري، لو اتحط على النار زي ما هو كده هيكش ويلم على بعضه، فعشان كده انا هحطه في عيدان الشيش طاووق، الستيكس بتاعت الشيش طاووق عشان يفضل مفرود. بصوا ازاي، هجيب الجمبري هفرده كده واجي من عند الراس اهي، وادخل كده عيدان الشيش طاووق بالشكل ده كده لغايه ما اطلعها من عند الديل اهي. شايفين ايه اللي حصل للجمبري؟ اتفرد. شايفين اتفردت ازاي؟ اهي من الراس للديل. حلو الكلام. يلا هنعمل تاني يا سمر، لا تقلقي، بس عشان عندنا كذا وصفه، عشان ايه؟ عايزين نلحق نخلصه. وتحياتي لاهل بورسعيد جميعا الكرام. بصوا يا جماعه كده اهو نفس الحكايه، وتفردي كده الجمبري على العيدان تاني من عند الراس. وزي ما قلت لك انا عملت فيه ايه، كل اللي عملته فتحت فتحه صغيره خالص في الظهر، شديت منها الكيس الرملي بتاع الجمبري اهي. بصوا الفتحه قد ايه يا سمر، فتحه صغيره كده بسن السكينه، تروحي فتحها كده هتلاقي الكيس الرملي باين عندك، تروحي على طول شداه سحباه، بس مش اكتر من كده. وبعدين بالمقص بروح مقصقصه بقى الشنبات بتاعه الحجم الجامبو ده بتبقى كبيره قوي، والرجلين كمان بقصقص كده الرجلين والشنبات، بهندله بمعنى صح. بصوا يا جماعه اهو ادي الجمبري بتاعنا بالشكل ده. وبعد كده حاضر هروح واخده من التتبيله دي ومسحه، مجرد مسحه كده، لان انا لسه هفضل احط عليه تاني طول ما هو على النار. الاساسي بتاع ان هو يتطعم بالتتبيله دي وهو على النار زي ما هتشوفوا دلوقتي بالشكل ده. ويلا بينا نروح نحطه على الشوايه. شايفين ازاي؟ وبخلي الفرشه في التتبيله جنبي هناك على جنب الشوايه. بسم الله يلا بينا كده. الشوايه لازم تكون سخنه جدا، ما بياخدش دقيقتين تلاقي لونه اتغير تروحي على طول شايلاه، مش اكتر من كده. وزي ما قلت لكم يا جماعه وهو على الشوايه بالشكل ده بروح واخده من التتبيله زي ما انت كده يا سمر. بصوا وتمسحي كده الزيت بقى ايه، هيديله لون حلو قوي، هيديله طراوه مع التتبيله الحلوه اهو، مفيش ثواني يغير لونه بس وشكرا على كده. تعالوا كده نقلب ونشوف. بسم الله بصوا اللون ابتدى يتغير على طول ازاي اهو، ده يا دوبك اللون يتغير على الناحيه الثانيه ويبقى خلاص زي الفل، خلص معانا. طالما قلبته هروح مدياله مسحه تاني على الجنب ده بقى برده من نفس التتبيله. بس يا ستي اهو وكده خلاص الجمبري يا دوبك بس كده، اوعي تسيبيه اكتر من كده عشان ما ينشفش، هيشد معاكي وتبص تلاقي الجمبريه وانت بتاكليها مش طريه، ناشفه من جوه. ده بقى عيش السنين بقى، سهل وبسيط جدا وسريع جدا جدا. دلوقتي بقى ندخل على الوصفه بتاعتنا الثانيه اللي هي الجمبري والصبيط المقرمش. هعمله مقرمش بقى ازاي؟ انا عندي اولا هنا نص كيلو دقيق، هعمل فيه هحط فيه التوابل بتاعتي كلها، يعني هطعم الدقيق بمعنى صح. توم باودر، نكلم مدام ناديه. صباح الخير يا مدام ناديه. الخير يا وشي حبيبه قلبي، صباح الفل عليك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا بشكرك قدام العالم كله. على ايه يا جماعه؟ شيف هاله امبارح كلمتني، يا خبر ابيض، ده واجب عليا، على التليفون ودعت لي دعوات، لان شيف هاله دي انا اعرفها من 5 6 سنين. طبعاً انا اول واحده كلمتها لما طلعت على الفضائيات بعد الاستاذ بهجت، انا فاكره جدا. أيوة. وكنت لابسه الفستان الاحمر في اسود، يا خبر ابيض، والطرحه الحمراء قمر قمر قمر. حبيبه قلبي عامله ايه يا روحي؟ ايه الوجبه الجميله دي النهارده؟ النهارده بقى بصي انا جايه لك، انا عملت منك خلي بالك الجمبري المقرمش. ايوه يا شيف هاله رائع ما شاء الله، ولا نزلت من عليه العجينه دي وجميل من ساعتها وانا بعمله والله على طريقتك، وبعمل جنبه الرز اللي هو بالكاري ده والبصل. طمنيني بس الاول طعمه جميل. صحتك عامله ايه؟ طمنيني عليك الاول. انا بخير 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 وراضيه باللي انا فيه، الحمد لله رب العالمين. ولسه ان شاء الله في عمليه ثانيه ما حددهاش الدكتور،
حبيبتي ربنا يديكي الصحة والعافية. طبعا بحيي كاست البرنامج والأستاذة سمر ومنة والتصوير الجميل، يعني ما شاء الله عليكم. ربنا يخليك، مع ألف سلامة، مع ألف سلامة يا حبيبتي، مع ألف سلامة. ولا شكر على واجب يا جماعة، أنتوا كلكم عيلتي التانية وكلكم حبايبي. دلوقتي احنا شغالين في الجمبري والصبيط اللي هنطلعهم ان شاء الله مقرمشين. اول حاجه نص كيلو دقيق حطيت عليه التوابل بتاعتي كلها وما حطيتش الملح، نسيت الملح كده. عايزه اقول لكم حاجه، الجمبري المشوي ليه ما حطيناش ملح؟ عشان انا حاطه الصويا صوص ده محدق شويه، فلو حطيت ملح مع الصويا صوص الجمبري هيحدق منك جامد. خلي بالكم يا جماعه، حتى لما تيجي تحطي الصويا صوص في شوي الفراخ قللي الملح او ما تحطيش ملح خالص، تمام؟ بصوا بقى خلاص هو كده استوى، اول ما اللون اتغير باللون الاورنج العسل ده يا خبر يخطف قلبك كده على طول. نطفي النار ولازم نشيله على طول عشان زي ما قلت لكم هينشف. بصي يا ستي اهو، استاذ محمد من بورسعيد، اهلا وسهلا حبايبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اولا انا بشكرك على التحيه اللي عملتيها لبورسعيد. ربنا يخليك، وانتوا حبايبي، وبورسعيد دي بص بيتي التاني والله. ربنا أشكرك. يخليكي. وايه الحاجات الجميله اللي حضرتك بتعمليها دي؟ ايه رايك بقى، شفت الجمبري والصبيط من عندكم؟ دول من عندكم والله حاجه جميله. طب حضرتك طالما بتروحي بورسعيد تشرفيني. عينيا عينيا عينيا، حاضر والله، نجيلكوا. طيب على عينيا. هسيب رقم لحضرتك مع الاستاذه منى. ماشي تمام. خلي بالك انا قبل بورسعيد، يعني على طريق العنطره بورسعيد. ان شاء الله والله اتشرف بيكم جميعا، من عينيا الاثنين. يعني لو حضرتك عايز حاجه انا ممكن اعمل لحضرتك منيو خاص باذن الله، وناخد منكم وصفات حلوه وناخد منكم سمك جميل نوريه لكل حبايبنا. اشكرك يا استاذ محمد، اشكرك. ركزوا معايا يا جماعه في الخلطه دي، وبجد تاني تحياتي لاهل بورسعيد الكرام، حبايبي كلكم على دماغي من فوق. الخلطه بتاعه الجمبري والصبيط المقرمش، هنا نص كيلو دقيق وهنا نص كيلو دقيق. هنا حطيت التوابل بتاعتي كلها مع الملح كلها على بعضها كده، ورحت مقلباهم مع الدقيق بما فيهم بابريكا وفيهم كركم عشان هيدي لون حلو قوي للجمبري والصبيط، يعني الطريقه دي للاتنين مع بعض. طيب النص كيلو دي التاني هحط عليه نشا، نص كيلو هحط عليه نص كوباية نشا كده، وهقلبه في بعضه، وده هيفضل كده زي ما هو ابيض كده من غير ولا توابل ولا اي حاجة خالص اهو بالشكل ده. عايزين نجيب معلقة احسن، معلقة تقلبه كويس اكتر. بصوا يبقى نقول تاني يا جماعة، عشان ايه ساعات بتقولوا لا احنا في حته وقعت مننا، في حته ما خدناش بالنا، خدنا بالنا منها. هنا ده نص كيلو دقيق عليه نص كوبايه نشا، خلاص متقلبين كده مع بعض، ما لهمش اكتر من كده. طيب بالنسبه للبوله الثانيه، البوله الثانيه عليها نص كيلو دقيق عليه التوابل بتاعتنا كلها اللي نزلناها من شويه والملح كمان. هنا بقى هروح عامله عجينه سايله بسم الله، وهتشوفوا لونها هيبقى عامل ازاي. بسيسها كده بالراحه عشان فجاه ما لاقيهاش خفت مني، وعادي جدا افرضي انها خفت منك هتروحي مزوده شويه دقيق، مش اكتر من كده بس. لسه بصوا تقيله شرقانه محتاجه ميه، يعني معنى كده ان الصبيط نفسه والجمبري نفسه ما بتبلهمش، التطعيمه بتاعتهم كلها في الخلطه السايله دي. وتطعيمه ايه بقى يا جماعه؟ روعه زي العسل. حط شوية ميه كمان، شايفين اللون بيبتدي يبان ازاي؟ سيسيها بقى كده بسم الله كده، خلي الدقيق كله يدوب. بصوا لا لسه ايه، لسه تقيلة محتاجة شوية ميه كمان. لا لسه نزود تاني، لا تقلقي، ونقلب تاني، وهنروح حاطين الصبيط الشرايح او الجمبري في التتبيلة دي في الخلطة التقيلة شوية السايلة دي، وبعدين منها على طول على الدقيق بالنشا. طلع لك بقى شويه جمبري وشويه صبيط مقرمش زي العسل. كنا عايزين يا اولاد يا اولاد يا اولاد، فين المضرب اللي انا بستخدمه على طول؟ بصوا مش هقول لكم غير كلمه واحده بس، كلمه واحده بس، حسبي الله بس. خليكم قدها بقى، يلا زود شويه ميه كمان.
مش قادرين يردوا، هم عارفين مين وعارفين الكلام، الكلام موجه لمين بالظبط. بصوا اكيد بالظبط. اه ماشي، مش هي لوحدها برضو يعني بالظبط. اهو سامع، اهو قاعد قدامي وسامع بيبص اهو. نقلب كده، بصوا انا ليه عماله سايس كده؟ علشان انا عايزه قوام معين، مش عايزاها تخف خالص ولا عايزاها تبقى تقيله جدا، عايزاها القوام ده يا جماعه. خلونا مثلا ايه نمثلها بيه عشان تبقي فاكره كده وانت شغاله، بالطحينه لما تيجي تخفيها، او كمان نشبهها بخليط الكيك اهو. حلو كده، هو ده القوام المظبوط، وريحه التوابل طلع عسل. بص يا سمر اهو، يلا يلا يا باشا، تعالي يا باشا تعالي، مستنياكي اهو. قوام مظبوط جدا جدا، لا هو بصوا لا هو التقيل ولا هو الخفيف. ماشي، نعمل ايه؟ هنشيل كل ده ونشوف بقى هنشتغل ازاي. قبل ما احط ايديا في الخليط لازم اكون مجهزه كل حاجه حواليا، وكمان اعلي النار على الزيت، يعني انا موطيه النار مخليها كده حاجه سيكه. دلوقتي علينا النار، الزيت اهو ابتدى يسخن خلاص كده، وهنشتغل بقى. ايه رايكم نشتغل في الصبيط الاول ولا نشتغل في الجمبري الاول؟ زي ما هتقولوا، قولي لي يا سمر تحبوا نشتغل في ايه الاول؟ ناخد ايمان. يا ايمان اهلا وسهلا. صباح الفل. صباح العسل يا ايمي. الشغل النهارده عادي عادي يا واد يا واد يا واد يا واد. حبيبه قلبي ليك يا شيف هيلة، ربنا يخليكي. ايه رايك الاطباق شكلها تفتح النفس؟ لا انا من اسكندريه على فكره، وما كاتبين القاهره، انا اسكندرانيه. اهلا وسهلا كده برضو يا جماعه، ريحه البحر اللي قلت عليكم دي اكتبوها القاهره برضو. حبيبه قلبي انا ايمان بحر معاكي. اهلا وسهلا يا ايمان، منوراني. ربنا يخليكي. لا الله ينور النهارده، ربنا يكرمك يا رب يا ايمان. تسلمي ايديكي يا شيف هيلة، ودايما كده مبهجه وجميله ربنا يخليكي. قلبي والله ما تحرمش ربنا مني. يخليكي ربنا يخليكي يا شيف هيلة. تعيش يا حبيبتي، تعيش. منوره يا حبيبتي، صباحك زي العسل. صباحك زي صباحك صبح. بيضحك زي البحر عندكم بالظبط. حبيبه قلبي هحضر طبق واحط فيه منديل عشان اطلع فيه. طب هو انت ليه عماله تجهزي كده كل حاجه؟ علشان لا الصبيط ولا الجمبري بياخدوا وقت في الزيت اطلاقا، مجرد ما القشره الخارجيه اللي احنا بنعملها دي تقرمش وتمسك وتاخد لون ذهبي فاتح، بس بروح مطلعه على طول. الصبيط لو خد سوى زياده عن اللزوم هيشد معاكي، يبقى عامل زي الكاوتش، وكذلك الجمبري. فاحنا لازم لازم سواهم بسوى الغلاف الخارجي اللي احنا بنعمله. انا كل ده بس مستنيه الزيت يشد معانا شويه حلوين كده. هو ايه؟ قرب. تمام، تعالوا نعمل. اه والله تحياتي لكل المصورين، وتحياتي للاستاذ درويش، تحياتي ليكم جميعا على الدلع اللي انتوا عمالين تدلعوه لشغلنا النهارده. اشكركم اشكركم اشكركم، وهنغديكم صبيت وجمبري يا استاذ درويش. ماشي. لا احنا ومخرج بصوا شكل السمك، بص يا استاذ درويش سمكه نيمو دي تقريبا بتاعه الاطفال، وبص السمكه الحمراء دي، ايه الجمال ده؟ شايفين بلدنا فيها حاجات جميله، حاجات بجد مبهجه. السمك وهو ني يعني شكله حلو، شكله يفتح النفس، دي حاجه. الحاجه الثانيه مفيش ريحه زفاره، هو سمك بس مفيش ريحه زفاره اطلاقا، سمك فعلا فعلا، ده جاي من البحر على طول يا جماعه. طيب تعالوا بقى دلوقتي نشتغل الشغل بتاعنا، نعمل تعالوا نعمل الصبيط الاول. هنحط شرايح الصبيط في الخلطه التقيله بالشكل ده، ودايما اقول لكم ايه، ايد للمواد الجافه وايد للسوائل. النهارده بقى مش هنعمل الكلام ده، النهارده هنشتغل بايدينا الاثنين. بصوا كده احط شرايح الصبيط كده بالشكل ده، حلو كده، وبعدين اروح مغطساها في العجينه واشيلها كده مكسيه. بصوا ازاي، شايفه يا سمر اهي العجينه مكسيه من كل ناحيه، وروح منزلاها على الدقيق اللي بنشا تاني بسرعه اهو. يلا يا قمر بالشكل ده، والزيت عمال ايه يسخن، شايفين ازاي؟ طبعا انا شغاله بس ايه بالراحه عشان تشوفوا معايا، واحده واحده كده اهو.
لا بصوا بصوا بالظبط كده زي ما انت قلتي. طيب هنعمل بس كام واحده كده وخلاص. بصي بقى تروحي واخداها كده وعاملاها كده بالشكل ده اهو ماشي، وبعدين كده وتعالوا نروح نحطها في الزيت. يلا بينا يا سمر. بسم الله اهو الزيت لسه مسخنش قوي، ماشي مش مشكله. يلا على ما نعمل غيره نشتغل بقى ايه بسرعه شويه. في خطوات كده بحب اوريها لكم بالراحه على مهلكم عشان تثبت معاكم. يلا بينا. ده كده بالنسبه للصبيط بتاعنا. يلا كده اهو شايفين ازاي. طيب كفايه كده صبيت، ندخل على الجمبري. نفس الوضع بالظبط يا جماعه، برضو هروح واخده شويه جمبري كده يا سمر. بص ازاي. يلا هدخل معاكي على الجمبري على طول عشان بصوا شويه جمبري كده زي ما هو اللحم كده، برضو هروح حطاه في الخلطه. يلا يا حبيبتي بالشكل ده شايفين ازاي. ريحه الخلطه بالتوابل روعه. بعد ما اعمل كده نفس الحكايه اروح بصوا بقى الجمبري بقى مش واحده واحده، الجمبري هاخد كله كده ماشي، وبعدين هفرده في الدقيق بالشكل ده كده اهو، واخد تاني. ولو عندك بقى منخل او عندك غربال اشتغلي كده وخدي كله على بعضه كده، خلي الدقيق هو اللي يفرده، ثبتي الدقيق كده عليه ماشي، وسيبيه شويه في الدقيق على ما نروح نشوف الصبيط اخباره ايه. احنا خلاص الوقت بيجري فمش هحمر تاني، تخيلوا يعني تخيلوا. بسم الله بصوا الجمال والحلاوه. تعالوا لي تعالوا لي، شايفين شايفين جمال الصبيط بتاعنا، الصبيط المقرمش الجميل. لسه بس عايز ايه ياخد لون سيكه كده اهو. ممكن كده دلوقتي كمان ننزل بالجمبري جنبه، ياخدوا ايه ياخدوا سوا بقى مع بعض. يلا نحط الجمبري جنبه وخلاص. يبقى احنا النهارده شوينا الجمبري الجامبو بطريقه سهله جدا جدا، ما نشفش مننا، بتتبيله رائعه، وكمان بنعمل الجمبري والصبيط المقرمش. شويه رز حلوين بقى كده وعيش، وسيبنا عيش. الف هنا وشفا ليكم جميعا. طيب تعالوا نطلع ده، خلاص هو خلص، عشان زي ما قلت لكم يا جماعه لو سبتيه شويه عن كده هينشف معاكي ويشد. شايفين بصوا بصوا اهو شايفين عامل ازاي رائع اللي لسه عاملينه مع بعض دلوقتي. شايفين جماله، شايفين حلاوته يا ناس، زي العسل وسهله وبسيطه جدا. شويه دقيق وشويه توابل وشويه ميه وخلاص. الجمبري بقى يلا عشان شويه الجمبري دول ونطلعهم من الزيت واسيبكم بقى تعيشوا. بصي بقى يا ستي زي ما قلت لكم كده، تاخدوه من العجينه، تاخدوا الجمبري من العجينه على الدقيق تفرديه بالشكل ده، وبعدين تروحي واخداه كده على ايديكي كده اهو شايفين ازاي. بس كل اللي بعمله انا دلوقتي ان انا بس ايه بشيله من الدقيق الزياده. تعالوا نروح نحط دول كفايه قوي عشان سمر ابتدت تعمل لي قلق. حالا 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 حالا. بصوا بسم الله كده اهو، نشوف بس شكل الجمبري يا سمر وخلاص يا حبيبتي اللي بالك. يعني ده انا بصي في الوقت ده عملت ثلاث وصفات. والله مش عارفه. يلا دي واحده صبيت كانت هربانه مننا. الجمبري بقى هو كمان مش هياخد وقت، مش هياخد وقت كمان اقل من الصبيط. يعني شوفوا الصبيط ما خدش معانا وقت في الزيت، لا ده الجمبري كمان اقل من كده. عايزه بس امسح كل ده عشان ايه نقدم اطباقنا كده على نظافه وعلى رواقه. النهارده كمان في فقرتنا الطبيه عندنا مفاجآت حلوه جدا جدا هتعجبكم باذن الله. وهيبقى معانا كمان ضيفنا الكريم دكتور هشام احمد عبد الستار، وانتوا عارفين عروضه وهداياه بصراحه يعني الله ينور يعني. بصوا الجمبري اهو، ادي الجمبري يا حلاوتك يا جمالك. لا لا يا جماعه ده احنا نفتح مشروع بقى، احنا كده نفتح مشروع يا جماعه، ايه رايكم؟ بصوا اللي لسه منزلينه في الزيت حالا، الله اكبر عليه، اكيد الريحه وصلت لكم. شايفين الجمال؟ شايفين انا بقلب ازاي؟ خدوا بالكم
بقلب ازاي؟ باخد من الحرف كده على جوه، من الحرف كده على جوه اهو، وتفرديه كده بالشكل ده. العجينه بالتوابل عامله شغل وعامله ريحه ولا اجدعها محل سمك. يلا بينا نطلعه على طول. ادي الجمبري كمان، اخد الصبيط كده على جنب اهو يا جماعه، شايفين شكل الجمبري؟ اظن يعني مفيش اجمل من كده في الدنيا ولا اسهل من كده. ده الصبيط اهو، وادي الجمبري المقرمش. بصوا الجمبريه شايفه جمالها واللون الجميل من التوابل اهو، وكده الجمبريه مقرمشه من بره وطريه جدا جدا من جوه ومستويه وزي العسل. الف هنا وشفا ليكم جميعا. يبقى احنا عملنا الجمبري والصبيط المقرمش، وعملنا كمان الجمبري الجامبو المشوي على الجريل بتتبيلات سهله وبسيطه جدا جدا. اطلعوا فاصل وارجعوا لنا، واحنا كمان هنرجع لكم مع مفاجآت حلوه قوي قوي، وفقرتنا اللي جايه هتعجبكم جدا جدا باذن الله. فاصل قصير بس هو القناه تتغير. اهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني كان عندنا ريحه الخير. دايما لما بنعمل سمك بقول لكم السمك ده تحسوا ان فيه الخير والرزق بتاع ربنا الحلال. فريحه الخير اللي ماليه الحلقه النهارده واصله معانا كمان للفقره الطبيه. فقرتنا النهارده برعايه فيتارم جلوبال، ومنورني دكتور هشام احمد عبد الستار استشاري العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه ورئيس اداره مجموعه شركات فيتارم جلوبال. مش بس كده، وزي ما اطلقتوا عليه ملك التخسيس معانا النهارده. لما يكون معانا ملك التخسيس وعندنا روايح خير يبقى كده هو هيكون داخل لنا بكل خير. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا شيف، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. سلام، بتوحشنا والله من الحلقه للحلقه. الناس بتقعد تسال عليك ايه اللي انت عامله مع الناس ده؟ ده حاجه فضل من ربنا. ثقه حلوه جدا جدا بنيتوها بين فيتارم جلوبال والناس، وكل الحالات اللي تابعت مش هي بقت لوحدها. ده انا بتفاجئ يا جماعه ان كل حاله، لا ده ممكن العيله وعيله العيله والاهل والصحاب. لا بجد يعني يا دكتور تحياتي لحضرتك. ربنا يخليك يا شيف، ربنا يخليك. قول لي بقى، هو النهارده احنا جايين للناس بعرض المدارس. يعني عرض المدارس ده، انا الفكره جات لي ان اولادي في المدرسه بيطلبوا منهم حاجات، فلقيت الحاجات دي في الماركت ناقصه جدا وفيها مشكله. ايه عرض المدارس ده؟ الكورس النهارده عباره عن كبسول ونقط واعشاب، والهديه علبه كمامات فيها 50 كمامه واتنين هاند جل. صح، ده العرض اللي احنا عاملينه النهارده في الجون. ده احنا عاملين عرض اقتصادي لمده شهر واحد. الشهر ده انا اقدر اعمل معاك فرق فيه من 10 ل 15 كيلو. ده ان شاء الله يا رب التارجت بتاعنا في الكورس بتاع النهارده. بتحس بفرق على طول من اول اسبوع، بنلاقي الدنيا عندنا مختلفه من اول اسبوع، بس انت خد القرار. الكبسوله اللي بنقدمها لك النهارده كبسوله بنسميها مالتي اوبشن، يعني او مالتي اكشن، بتعمل اكتر من حاجه. بتعمل ثلاث حاجات، بتقفل لك الشهيه جدا، ودي نقطه انا عاوز اتكلم فيها مع الناس. بعض الناس بيقول لي انا بفرح باكل، بزعل باكل. اي سوء في الحاله النفسيه باكل، لا مش هتاكل. عندنا عشب الكوجاك بيفضل في المعده لفترات طويله، ممكن ل 24 ساعه من بعد الفطار النهارده لغايه بعد الفطار بكره ان شاء الله. حلو جدا، بيقعد 24 ساعه بالشبع. مش قادر تاكل. حتى ريحه الاكل نفسها مش طايقها، وحتى لو حاولت تاكلي مش هتعرف تاكلي برضه. والحاجه الثانيه اللي في الكبسوله ان هي بتحرق الخلايا الدهنيه او بتكسر الخلايا الدهنيه عن طريق ماده البي بي سي الموجوده في الكبسوله. وتالت حاجه بتعلي اللي هي معدلات الحرق. والنقط والاعشاب بيعملوا عندنا زياده في معدلات الحرق عن طريق ال كارانتين والكافيين اللي بيعلي معدلات الحرق عندنا. اما الكيامات بقى، احنا جايبين علبه كيامات ثلاث طبقات بدعامه عشان خاطر تمسك الدعامه دي اللي هي بتكون فوق المناخير جدا عشان تقفل، يبقى الماسك كله كامل.
ده للاطفال والكبار 50 كبامه، يعني لو انت مثلا بيروح المدرسه يكفي ابنك 50 يوم ان هو يروح المدرسه. اه طبعا فيبتفرق معانا كويس. واتنين هان جل كمان مطهر للايد. اه ممكن مثلا واحده في شنطته على طول نفهمه ان طول ما هو على مدار اليوم الدراسي يستعمل الهان جل على طول. فانتوا تخيلوا يا جماعه علبه فيها 50 كمامه عشان تنفع ولادك ثلاث طبقات كمامه، والثلاث طبقات يعني الغاليه. الغاليه النوع الغالي، انتوا عارفين في انواع في السوق يعني اجارك الله. دي الثلاث طبقات اللي بدو عايمه حلوه قوي. انا هشبط في دكتور هشام دلوقتي، لازم اخد علبه ولازم اخد الاثنين الهاند جل. يبقى النهارده الهدايا بتاعتنا، شوفوا اللي انا دايما بقول لكم عليه، دكتور هشام لما بيفكر في هدايا مش مجرد هدايا وبس، مش مجرد كلمه ايه وفي هديه على الكورس، لا ده الهديه في حد ذاتها قيمه جدا. يعني هو لقى المدارس داخله ومحتاجين كمامات لاولادنا، ربنا يحفظهم ويحميهم يا رب، وخصوصا يا دكتور مع كلام ان في موجه ثانيه جايه، فالكمامات دي لازم بقى تبقى اساسي معانا. هو بصي، هو الحمد لله ان احنا عندنا الدنيا غير العالم كله، الحمد لله فضل من ربنا ونعمه، ربنا يحفظ مصر والمصريين يا رب دايما. هي القصه كلها بتكون ان احنا ازاي بنعمل حاجه في وقتها. يعني خلاص المدارس على الابواب من السبت او الحد تقريبا عند كل المدارس، فالفكره ان انا في الماركت لقيت الحاجات دي قليله، يعني الماسكات قليله، المطهرات الايد حتى عندنا مطهر الايد حاجه اسمها الكامبرس وزاره الصحه 70% كحول، مطهر للايد ومطهر للحاجات اللي هو بيلمسها سواء شنطه سواء تخته سواء حاجه، فبيكون مفيد جدا مع الناس. فعملنا العرض النهارده علبه كامات واتنين هاند جل. النهارده جايين نتكلم برضو مع الناس في نقطه اسمها الكبد الدهني. هو يعني ايه كبد دهني، او يعني ايه كبد مغطى بالدهون او مغلف من الدهون؟ خلينا بس نعرف احصائيه كده، ان 80% من المصريين بيعانوا من زياده وزن او وزن زايد. في من 80% دولت في منهم حوالي من 60 ل 65% سمن البطن بس. من ال 65% دول فيهم 80% عندهم مشاكل في انزيمات الكبد. يعني ايه انزيمات الكبد؟ الكبد ده هو المايسترو بتاع الجسم، هو ده اللي بياخد المواد الفعاله او بياخد اي حاجه وبيوزعها في الدم وبيبعت للمخ وبيبعت للقلب، ده المايسترو اللي بيكون شغال. لما الجسم بيكون فيه سمن البطن عاليه بيحصل الدهون فوق مستوى الكبد، فبتاثر على انسجه الكبد وخلايا الكبد، فانزيمات الكبد الاس او جي والال اي تي دي حاجه موجوده عند الكبد بتاعنا او بتوتر طبقا لوظائف الكبد، بس في الحالتين بتاثر على وزنك وبتقلل لك معدل الحرق. زي مثلا واحد يربط جزمته ينهج، يتحرك ينهج، وهو بيتكلم ينهج، هو مثلا بيلعب مع اولاده بينهج، بيلاقي نفسه الحاله الصحيه عنده جسمه همدان، ممكن يكون قاعد كده مثلا في اي هواء او تكييف يقوم قاعد نايم، يلاقي نفسه بينام وهو قاعد باستمرار، في عنده حاله وخم، حاله خمول، يقوم من النوم بالعافيه. دي كلها اعراض جانبيه ما بتبانش غير على المدى البعيد لما انزيمات الكبد عندنا بتاثر. عشان كده بندي النقط والاعشاب مع الكبسول. الكبسول بيكسر له ويعدل له معدل الحرق ويقفل له الشهيه خالص، والنقط والاعشاب بيطهروا الكبد ويزودوا معدل الحرق ويخلوا الصحه العامه عندنا في الجسم احسن. طيب نقول العرض تاني يا دكتور على بعضه بقى. العرض بتاع عرض اقتصادي لمده شهر واحد. اقتصادي دي يعني سعره مش غالي. عباره عن كبسول ونقط واعشاب. الكبسوله تحدي، قفله للشهيه، حرق للدهون، بتعلي معدلات الحرق. النقط بتعلي معدلات الحرق. الاعشاب برده بتعلي معدلات الحرق، مع علبه كامات فيها 50 كمامه واتنين هاند جل. ده عرضنا النهارده يا جماعه، ده عرض الخير بقى، العرض المدارس زي ما دكتور هشام قال لنا، فعلا احنا محتاجين ولادنا نأمنهم تماما. طب انا أأمن ولادي، طب وصحتي والسمنه اللي عندي؟ زي ما دكتور هشام قال، ده احنا الولاد داخلين المدارس يعني محتاجين يا دكتور مجهود مضاعف. ده حقيقي. غير الاول ده، انا محتاجه دلوقتي انا ممكن انزل مع ولادي بوديهم واجيبهم واوديهم مش عارف دروس، اوديهم فين، اجيبهم منين، مشكله تانية خالص. طب لو انا السمنه معجزاني في كل ده، طب ليه؟ احنا عندنا النهارده في فيتارم جلوبال الحل بسيط وسهل جدا. الكورس الاقتصادي اللي هو اصلا لا يرهقكم ماديا ابدا مع دخول المدارس، ده انا بعتبر ده في حد ذاته هديه المدارس، ان الدكتور يجي على دخول المدارس يعمل لنا العرض اقتصادي، لانه عارف ان كلنا دلوقتي بنفكر طب وحاجه المدارس؟ فلوس. مفيش فلوس، المصاريف. بصوا بيقول لكم مفيش فلوس، يعني سبحان الله والله على دكتور هشام ربنا يبارك له يا رب. فعمل لنا عرض اقتصادي على دخول المدارس، مش بس كده، اتصلوا كمان اعرفوا السعر وهتتفاجئوا يعني ايه عرض اقتصادي، يعني ايه كورس اقتصادي. زائد عليه علبه كمامات اللي هي ثلاث طبقات، والدعامه كمان علبه فيها 50 كمامه توصلكم مع الكورس النهارده، زائد عبوتين كمان هاند جل عشان تعقيم ايدين ولادنا، ده مهم جدا. كل ده هناخده عن طريق ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه، اتصلوا من دلوقتي قبل ضغط التليفونات عشان تلحقوا كمان عرض الكمامات، ده مهم قوي. اتصلوا دلوقتي على الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه، وهننزل لكم كمان الثلاث صفحات لفيتارم جلوبال على الفيسبوك. هننزل اول صفحه
فيتارم جلوبال مكتوبة بالعربي، وتاني صفحة بتبقى عندنا فيتارم جلوبال مكتوبة بالانجلش، وتالت صفحة تخسيس ورشاقة. طيب الصفحات دي اقدر اطلب عرض النهاردة اللي هو عرض المدارس عن طريقها؟ نقدر نطلب عن طريق الصفحات او عن طريق ارقام التليفونات اللي موجودة قدامكم على الشاشة. ادي الصفحات يا جماعة، اهي ثلاث صفحات قدامكم وارقام التليفونات، وابتدوا من دلوقتي قبل ضغط التليفونات. مش عايزة افاجئكم واقول لكم ان لو الكورس ده نفذ النهاردة هترجعوا تزعلوا وتشتكوا، يعني هما دايما ايه بيستنوا. انا مضطر نغطي الحلقة والقعدة يعني عشان الناس تكون معاها الاوبشن المتاح. طبعا احنا كل يوم بنغير، وهدفنا مش نعمل حاجة وخلاص، لا انا بشوف الناس ممكن تكون محتاجة ايه وبنقعد نفكر ازاي ممكن نعمل حاجة جديدة فعلا. واحنا واثقين في حاجتنا قوي ان احنا في خلال شهر واحد، لا خلال اسبوع واحد اقدر اعمل لك فرق. يعني مش مستنى شهر عشان خاطر تشوف الفرق، لا انت بعد اسبوع واحد هتلاقي فرق، هتحس على ومش كل النزول نزول في الوزن وبس. في ناس تخس وما يبانش عليها، في ناس تخن تانية وما يبانش عليها، لا انا اهم حاجة المناطق اللي مضايقاني هي اللي تنزل. زي البطن، زي الاجناب، زي الارضية، دي بنسميها دهون عنيدة، دهون صعبة. يمكن دهون الوش او الصدر او الاكتاف سهلة اول حاجة بتنزل بالنسبة لنا، لكن دايما البطن الناس تقول لك يبقى ان انا بخس والله بطن سقطت لتحت، لا هي ما سقطتش، هو جسمك لما بيجي ينزل بينزل من فوق لتحت، بيتخن من تحت لفوق. انا هديك الكورس ده يعمل ان شاء الله من 10 ل 15 كيلو ويكمل معاك. والله لو انت دايما محتاج الكميه دي ماشي، لو ان شاء الله محتاج تكمل بعد كده، الافكت اللي انت هتلاقيه بعد اول شهر هكون انت اللي عاوز تكرر مره واثنين وثلاثه. حتى معانا حالات النهارده بنتابعها عن قرب وبنتابعها عن كسل. احنا فعلا احنا معانا حاله استاذ محمود على التليفون، وصورته كمان جات لنا ايه على الشاشه. استاذ محمود اهلا وسهلا. ازيك يا شيف؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ محمود؟ ازيك يا دكتور هشام؟ ازيك يا محمود، اخبارك ايه يا حبيبي؟ الله يبارك لك بامانه، يعني جزاك الله كل خير. ربنا يخليك يا محمود. مع عامل معايا احلى، يعني عامل معايا شغل جامد، يعني شوف الفرق من الصوره حاليا. باينه باينه. ما شاء الله يعتبر انا نزلت واحد ثاني ما شاء الله في شهر يا محمود. هو انت يا محمود كنت كام اول مره خالص يا محمود؟ انا كنت 139.5. 139. ولما كلمتنا من حوالي شهر كده كنت كام؟ كنت كلمت حضرتك كنت 104. طيب والنهارده بقيت كام بقى؟ ما شاء الله. لا مش ممكن النهارده 8.5 يا دكتور. تبارك الله عليك. لا بعد اذنك يا سمر احنا ممكن نعيد ترتيب الصور تاني من الاول. بصوا دي لا. اول مره دي ده كده يا استاذ محمود انت في الاول خالص، ودي اخر حاجه. مع حضرتك يا دكتور، مع حضرتك يا شيف، انا هنا كمان مش الوزن ال 139.5 ده. هنا كمان انا لما وصلت وصلت الوزن كده يعني ما بقتش اتصور، يعني كنت كده 125. كنت نزلت يعني شويه كمان عن الوزن الاساسي. نزلت شويه كمان ما بقتش اتصور، يعني الوزن دي كان 125، ما كنتش وصلت للوزن الكبير. بس باين الصحه وباين الثقه في النفس باينه قوي في الصوره. ما بقتش اتصور، بقيت ابص لنفسي، بقيت استغرب، بقيت حاسس ان انا حاجه يعني حد يعني تاني. حاجه كبيره، ايه دي اللي انا بعمله دي؟ والله يبارك له دكتور هشام وربنا يجازيه كل خير على اللي هو بيعمله معايا ومع كل الناس، ربنا يجازيه خير. ربنا يخليك. يعني الصراحه المنتج خلاني غيرني بني ادم ثاني ما شاء الله، وبقيت البس وبقيت اعرف البس واعرف اجيب اللبس واعرف اخرج واعرف اتحرك. لكن الاول كنت محتاج مكنه، محتاج اركب العربيه، محتاج ان انا ما تقدرش تتحرك كتير يعني ولا تقدر تمشي، وكنت بتعب وكانت رجلي بتطقطق كتير لما من المشي المفاصل، كنت اجي اصلي ما كنتش اعرف اوطي. جزاه الله كل خير دكتور هشام، دلوقتي اعرف اصلي واعرف اقف واعرف امشي، واي مناسبه بعرف اروحها. الاول كنت بتكسف من نفسي ونظره المجتمع، لو حد بيهزر معايا على الارداف على بطني كانت الهزار كان بيبقى تقيل. كنت بقى كان التنمر بقى، حته التنمر بقى كده دي بحس يعني حاجه. برافو عليك يا محمود والله ان انت خدت القرار وخدت الخطوه بجد. اشكرك ونورتني يا استاذ محمود، وكمل. وعايزة كل حبايبنا اللي قاعدين دلوقتي بيتفرجوا علينا، عيلتي حبيبتي عيلة مطبخ هالة، شوفوا النموذج الجميل لمحمود. يعني محمود كان حد زيكم، حد منكم قاعد بيسمع وبيتفرج، بس خد القرار، قال لك لا انا لازم اخد القرار. مش هقول لك زي ما دكتور هشام قبل كده قال لك ما فيش حاجه اسمها تجربه، مش هقول لكم جربوا، لا ما تجربوش، خدوا قراركم. هخس يعني هخس. مظبوط، ده اللي بتكلم عليه. حتى جايبين محمود يعني حاله تطوراتها قدامك، كان 141
بعد كده بقى 104، النهارده ما شاء الله 89 او 90. ما شاء الله عليه. فرق كبير جدا، اللي هو انا بشرح لك ان ممكن في الشهر الواحد اعمل لك فرق. عشان جاي انزل لك النهارده كورس لمده شهر. عايزين نقوله بسرعه قبل ما نطلع فاصل يا دكتور. هنعمل عندنا العرض النهارده عباره عن كبسول ونقط واعشاب وعليهم علبه كامات 50 كمام من داخل العلبه ومعاهم اثنين هاند جل ومطهر الايد. ونسيت اهم حاجه انه كورس اقتصادي، كورس سعر اقتصادي، دي اهم حاجه تهمنا. هم يعرفوا ان شاء الله. دي تهمنا. وانت عارف انا اولا واخيرا ست بيت، ويهمني الميزانيه ويهمني الدنيا. بنحاول قد ما نقدر ان شاء الله مع الناس ان شاء الله. طيب يا جماعه استنونا، هنطلع فاصل ونرجع نكمل مفاجاتنا مع دكتور هشام احمد عبد الستار. فاصل قصير بس اوعوا قناه الدرايف. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني كنا في الفقره الطبيه برعايه ديتارم جلوبال، ومعانا ملك التخسيس في مصر دكتور هشام احمد عبد الستار. وزي ما احنا متعودين دايما معاه، زي ما بقول لكم انا طلعت عليه كلمه الدكتور الانسان اللي بيفكر ايه اللي يفيدكم ويوظفه في مكانه صح. النهارده احسن نموذج للكلام ده هو بيرد عملي على الكلام ده بايه؟ بالكورس اللي معاه النهارده، سماه كورس المدارس لان المدارس على الابواب. طب بس كده ايه سماه كورس المدارس وخلاص؟ لا، احنا كل فلوسنا دلوقتي متجهه للمدارس والولاد محتاجين ايه. اما عمل لنا الكورس اقتصادي، يعني ارخص كورس في مصر. مش بس كده، ده احنا هيبقى عندنا ميزانيه خاصه للكمامات والهانجل عشان نعقم ايدين ولادنا، دي هتبقى عايزه ميزانيه خاصه من البيت. مش بس كده، راح حط لنا الكمامات وحط لنا الهانجل عبوتين كمان هديه على الكورس الاقتصادي. يعني انتوا عايزين ايه تاني؟ في اكتر من كده في الدنيا. وده عرضنا النهارده يا دكتور. وده حقيقي، انا اصلا لما كنا بنجيب حاجه من مدارس الاولاد فلقينا الكمامات والهانجل بشكل عام في نقص جامد قوي. طبعا. فالتفكير جالي ازاي ان احنا نحط حاجه قويه في الواحات كمان في اتصالات كبيره، يقول لك خلصانه مش موجوده. فاحنا جايبين انضف حاجه موجوده، ثلاث طبقات عازله وكمان فيها الدعامه دي اهم حاجه في الكمامه عشان تقفل على المناخير من فوق. عشان الماسك لو مفتوح من فوق يبقى كده مش هيحميني. لازم يكون قافل على المناخير كويس مع مطهر للايد 70% كحول قوي. كده يبقى انا عملت لك التعقيم، لو خارج مواصله عامه، لو رايح جامعه، رايح المدارس، بتحرك وبحتك بالناس. يبقى انا كده مسيف نفسي من حيث الكمامه ومن حيث الهاند جل. من حيث بقى التخسيس، انا مدي الناس كورس واحد لمده شهر واحد لان انا واثق في الحاجه اللي احنا بنديها. انا بديك حاجه اقوى حاجه موجوده، اقوى حاجه وامن حاجه. وبيعجبني حالات زي الحاجه سومه وزي محمود النهارده. انا كل مثلا حد من الدكاتره اللي معانا بيديني الارم كل فتره او ريبورتس بترفع لي ان ده مثلا جايب 30 كيلو. من اول ما بيعدي ال 20 بحط عليه سبوت كده ان هو ده حاله معانا، ودي بيكونوا كتير ما شاء الله قوي ما شاء الله. فمنهم اللي بيكمل زي محمود مثلا. محمود ده واصل معانا لغايه دلوقتي 65 كيلو نزول ما شاء الله. تخرجتي واحد من واحد تاني. صح. وحتى كمان بنشرح مع الناس ده كان 141، ده كان 104، النهارده هو 90 معانا في شهر واحد بيجيب 15 كيلو. هو ده اللي احنا عايزين نوصله للناس. احنا مش بنجرب، انت تاخد القرار وربنا ييسر الامور على طول يا رب ان شاء الله. طيب طالما ذكرنا محمود وحاله، في معانا كمان الحاجه فاطمه على التليفون. يا حاجه فاطمه اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك يا حاجه؟ الله يخليك، منوره الشاشه. يا رب يخليك، انت اللي منورانا يا حاجه. الله يخليك. الله يخليك يا شيخ. تعيشي يا حبيبتي، تعيشي. الله يخليك. ازيك يا دكتور هشام؟ الحمد لله بخير يا حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اهلا بيكي. انا طلبت الاوردر بتاع الدكتوره صفاء. تمام. وجاني فعلا اول ما طلبته، والحمد لله يعني طلبه يعني من 10 ايام، يعني من 12 يوم جاني يعني بعد يومين. حلو. والحمد لله يعني انا خدت الاوردر مظبوط زي يعني ما وصفوا لي وكده. الحمد لله انا خسيت في 10 ايام. ايوه. 7.5 كيلو ما شاء الله تبارك الله. وكان وزني 111.5. يا حبيبتي حلوة قوي قوي. طب عندنا اي اعراض جانبيه؟ تعبانه من حاجه؟ في حاجه تعباكي؟ الحمد لله. بص انا عندي الضغط وعندي انيميا وكل حاجه، الحمد لله مش حاسه باي حاجه خالص. والحمد لله يعني حاجه كده من عند ربنا. الله يبارك لكم بصراحه. ربنا يخليكي. ايوه دعواتك بقى لاسره ديتارم جلوبال كلها. يعني بديكم بصراحه لان انا نفسي من زمان ان انا فعلا اخس وامشي واخدم ولادي وكده، خصوصا ان عشان معايا بنتي خلاص الاخيره هتتجوز ما شاء الله. طبعا معايا ابني الله يخليك، ومعايا ابني وجوزي طبعا عايز اخدمهم. فانا عايز اخس، مش بقدر اعمل حاجه خالص، ولا السوبر ماركت مش بقدر اشرب حد عني. طب انت بقى بعد ال7.5 كيلو اللي نزلوا دول ابتديتي تحسي بفرق؟ ابتديتي تحسي ان جسمك كده بيتنفس كبير كبير؟ صح طبعا. يعني طبعا. والله العظيم يعني ولسه
والحمد لله يعني، ولسه انا مكمله ان شاء الله باذن أكيد الله. اكيد ان شاء الله كملي على خير، وكلمينا تاني وقولي لنا بقى نزلتي قد ايه عشان نقعد نسالك بعد ما فتره الكورس بتخلص ايه اللي ما كنتيش بتقدري تعمليه ابتديتي دلوقتي تعمليه، وفرحانه بحياتك الجديده ازاي؟ فرحانه خالص والله العظيم، اشوفها لها والحمد لله. الله يبارك لكم بصراحه، ربنا يخليكي. عشان انا جربت حاجات كتير يعني ما نفعتش معايا خالص. جربتي قبل كده قبل ما تاخدي كورس جيتار؟ مجربتي حاجات قبل كده وفشلت؟ كتير. لكن المره دي نزلتي في اول 10 ايام 7 كيلو يعني. لا حاجه يعني انا ما كنتش مصدقه. ما شاء الله يا حبيبتي، ربنا يبارك لك يا حبيبه قلبي. يعني الحمد لله، احمد ربنا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، ربنا يوفقك ان شاء الله وتكملي باذن الله. شكرا الف الف شكرا لكم يا دكتور هشام. لا تحت امرك يا الحمد لله. دكتور هشام بيقول لك كملي كملي يا حاجه فاطمه لغايه ما تخلصي وتوصلي للوزن اللي انت عايزاه وتتصل بينا بقى يا دكتور. هو ده اللي هنتكلم عليه. احيانا بعض الناس يكون جرب حاجات تانية، فعشان تقنعه ان هو يبدا معنا تاني، يا عم ده كله مش كويس، لا ده انا تعبت، لا ده كله مش تمام. ويا سلام بقى لو حاله عندها ضغط، عندها مشاكل صحيه، عندها هرمونات، هنا الشطاره بتبان. التخسيس والدايت الدنيا مش صعبه فيه. انا ما بحرمكش من حاجه، انا اعتمادي كله ازاي اتعامل مع الاعراض الجانبيه اللي تطلع لي، ازاي ان انا اقدر لو عندي صعوبات اتغلبها. فطبعا هي بتشرح لو في عندنا مثلا اي مشاكل صحيه، عندنا اي حاجه، هي بتعرف الفريق الطبي وفريق الطبي بيوضح لها. حاجه اخيره هنقول للناس برضو النهارده عرض اقتصادي. النهارده ارخص كورس في مصر، كبسول ونقط واعشاب. كبسول قافل للشهيه وحارق للدهون وبيعلي معدل الحرق، الاعشاب والنقط بيعلي معدلات الحرق، مع علبه كمامات 50 كمامه هديه، ومعاهم كمان 2 هاند جل مطهر للايد. عرض لمده شهر، يجيب معانا ان شاء الله من 10 ل 15 كيلو ان شاء الله. وطبعا الشحن مجانا، الشحن مجانا وسكاون 70%، ومتابعه مجانيه من 10 ل 8 مع فريق خاص من الدكاتره مع المتابعه بس. تمام، يبقى العرض بتاعنا النهارده الكورس الاقتصادي اللي تمن اقتصادي جدا جدا عشان يواكب دخول المدارس. مش بس كده، ده عشان يواكب دخول المدارس اكتر، عليه كمان علبه كمامات 50 كمامه اللي هي الثلاث طبقات وبالدعامه، وعليه كمان 2 عبوتين هاند جل لتعقيم الايدين. مش بس كده، كل ده هيوصلكم مجانا لغايه عندكم، الشحن مجانا والمتابعه كمان مجانيه. اشكرك يا دكتور، شرفتني، ودايما كده بتجيب لنا عروض في الصميم اللي هي في الجون يعني بمعنى اصح. اشكرك يا دكتور، شكرا. اشكركم على متابعتكم الكريمه، ويا رب الحلقه كلها من اولها لاخرها تكون عجبتكم، واشوفكم على خير بكره ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. ومن النهارده لبكره هسيبكم في رعايه الله.